مرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، في كل مرة تجري فيها الانتخابات، سواء كانت الانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجالس المحافظات، نرى أن نسبة المشاركة فيها تنخفض عن سابقتها، وحين نحاول استقصاء الأسباب التي تكمن وراء ذلك نجد أن ذلك يعود إلى نسبة مشاركة المرأة التي تشكل أكثر من نصف المجتمع العراقي. لذلك فإن عزوفها أو عدم مشاركتها في الانتخابات سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة فيها. هذا هو واقع الحال العراقي. في كل مرة تبح الأصوات الداعية إلى مشاركة فعالة للمرأة ومحاولة إلفات نظرها إلى أن لها دور حاسم ومؤثر في النتائج التي تتمخض عن صندوق الانتخابات. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي جاءت تأتيكم بعنوان المرأة والانتخابات، خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الخلف. معكم على فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجر، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا نتناول أحد المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان مستقبل البلاد في همة الناخبات، الكاتبة زمزم العمران. تعالوا نسمع سوية. بعض النساء حصلن على مقاعد أكثر من الرجال باستحقاقهن وبكل جدارة. هؤلاء مثال للمرأة العراقية المثقفة الواعية التي بهذا النوع من النساء يبنى الوطن بسواعد أم شهيد وأخت شهيد وزوجة شهيد وبنت شهيد. هؤلاء من يستحقن أن يكن مثالا للمرأة العراقية. من وعي وثقافة المرأة يبدأ التغيير بدورها المتعلم بنحت الثقافة الناهضة، وليس بنحت الجسم ولفت الأنظار إليه. يجب لفت الانتباه للمرأة بحصولها على أعلى مستويات العلم والتعلم لكي تكون جاهزة لخوض معارك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، للحصول على أعلى مشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عرض جسدها على منصات مدفوعة الثمن. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة نداء الكعبي. حياكم الله أستاذ على أهل وسهلا. الكاتب والإعلامي الأستاذ إبراهيم سراج، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. حياكم الله. دكتورة نداء، المرأة تشكل 52% و3/10. نعم. يعني فعلا ما أشرنا إليه في المقدمة من أن المرأة العراقية تشكل أكثر من نصف المجتمع العراقي، لكن نلاحظ أن يعني عدد المقيدات في سجل الناخبين نعم لا يتناسب مع عدد المرشحات للبرلمان، فضلا عن عدد اللاتي يحصلن نعم على المقاعد البرلمانية أو مجالس المحافظات. لماذا هذا التفاوت؟ نعم، في البدء تحية لحضرتك ولمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم. الله يسلمك. حقيقة يعني قضية مشاركة المرأة هذه، بما أنه القضية سياسية ومتعلقة بالعملية السياسية والمشاركة في الانتخابات، بالتالي احنا من 2003 رغم الشوط الذي قطعناه في العملية السياسية والتغيير الديمقراطي والتحول المهم في العملية السياسية، احنا اليوم العراق منذ 2003 لحد الآن العملية السياسية اختلفت وتجاوزت الكثير من التحديات، لكن قضية المرأة وتجاوزها للتحديات هذه ما زالت هي لحد الآن حقيقة لم تتجاوز المرأة التحديات يعني في العملية السياسية، منها تحدي صناعة القرار. يعني ما زالت المرأة في العراق في العملية السياسية هي متلقي للقرار وليست صانعة للقرار السياسي، والدليل أن الكتل السياسية هم رجال، وحتى المرأة الموجودة في أروقة المكاتب السياسية وهي تكون عضو مكتب سياسي في الكتل السياسية هي أيضا متلقية للقرار وليست صانعة للقرار. ونشوف اجتماعات الكتل السياسية، هذا يعود يعني لا لإهمال المرأة إنما لقدرات المرأة التي تتسنم هذه المناطق. لا لطبيعة العملية السياسية، هي صممت من عقليات ذكورية
يعني رؤساء الكتل السياسية هم من الرجال، بالتالي الفرص أمام المرأة قليلة للمشاركة. لم يفسح للمرأة أن تكون صانع قرار، متلقي للقرار. وحتى نسبة المشاركة اللي حضرتك دا تذكرها، أنه نسبة المرشحات هي أقل من عدد النساء، لأن إحنا نسبتنا 25% المشاركة كوتة، فبالتالي لدينا أعداد محددة من النساء. أنا أشرت إلى ما تفضلت به بضميمة الكوتة، يعني المفروض يصعد أكثر. الكوتة هذا فرض، يعني مع أنه إحنا أكثر من 51%، لكن ما زالت المرأة هي ينظر لها كوتة 25%، وأنا مسؤولة عن كلامي. لولا ال 25% ما كان الرجال يفسحون للنساء أن يشاركون. يعني لو ما كان موجودة 25% يمكن تجد القوائم أغلبها رجال، إلا ما ندر واحدة أو اثنين. شنو دخلها الرجال؟ يعني هي الرجل مسيطر، مسيطر على القرار. اليوم منو رئيس الكيان السياسي؟ هو رجل. منو رئيس مفوضية الانتخابات؟ هو رجل. منو رئيس الحكومة؟ هو رجل. هذه مهام إجرائية ما لها دخل، لكن إلها علاقة بالعملية السياسية. من يرشح؟ من يرشح؟ من ملتزم بتنظيم القوائم؟ هو رجل. رئيس الكيان السياسي، الكتل السياسية، التحالفات هي من الرجال. المرأة هي متلقي للقرار، بالتالي هي عندما تقدم على الترشح أو من عدمه، من يوافق على هذا الترشح؟ هو رجل. رئيس القائمة رجل. نعود لمناقشة هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. الملاحظ في الانتخابات، يعني هذا صار كأنه أمر تقليدي، أن النساء اللواتي قد يترشحن سواء برلمان أو مجلس محافظة صوت لها النساء. ما أعرف يعني هذا هل يعود إلى يعني الثقافة الذكورية التي أشارت إليها الدكتورة نداء، أم إلى الثقافة الموروثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك يا أستاذ علاء والأخت دكتور نداء. يعني القضية مو قضية أنه المرأة لا تصوت للمرأة. جيد. إذا فسرنا هذا الموضوع، أكو كات بين هذا الموضوع. هذا الكات، يعني أنت اليوم عندما تشوف المرأة لا تصوت للمرأة. طبعا أنا قد أختلف مع السيد الدكتور النداء في هذا المجال، أن المرأة ليست صاحبة قرار. لا، المرأة اليوم عندها 87 نائبة في البرلمان، أكثر من كونغرس أمريكي. نعم، لكن هي شنو تتلقى من رئيس الكيان؟ لا ما في حكي. احنا هذا الحكي ما يعني هي تتساوى مع المرشح. صاحبة قرار. لا انت اليوم عندما تكون هناك كتلة داخل مجلس النواب 87 نائب، نائبة برلمانية، عن الكيان السياسي داخل مجلس النواب، يملي على النواب يقول لهم مصوتون او مصوتون. خلينا نحكي بهذا الموضوع. بس هي في هذا مثلها مثل اي عضو اخر بالكتلة. لا صدقني متلقي. لا ست، لا يعني دكتورة يعني احنا بنحكي على العدد، يعني عدد اليوم عندنا 87 برلمانية عراقية داخل قبة البرلمان، والكوتا اعطتهم نسبة انه هم يرشحون من 25. نعم يا بخل 25%. تعالوا كلونه. لو ما 25% الرجال ما يخلون ولا امرأة. انا عجبتني امرأة واحدة قالت انا احترض على الكوتة. قالها ليش؟ قال لي فرض، هذا مو حقي. صح، مو حقي. لا زينة، زينة لا مو مساواة، لا مو هالقضية. زينة تفوز بذراعها، مو صحيح؟ نرجع الى سؤالك استاذ علاء. العفو استاذ ابراهيم، ولو خارج على الموضوع، تفوز بذراعها بس حتنحسب من حصه ال 25 لو خارج ال 25. انت قدمي سوي انت اسس كيان. ما زلت انا اعتقد ان القضيه منوطه بفاعليه المراه، لا احنا ترى بالمناسبه استاذ، اولا يعني احنا هسه شنو الضير اذا قدمت امراه سوت كيان سياسي واجتمع النساء؟ شنو راح يمنعوها الرجل؟ لا يمنعها، بس انه مو غير بس يبقى الكيانات المسيطره عليها. ست هذا قضية، هذا جهاد ونضال، مو قضية اليوم أنا أجي والله أنا محتمي بفلان. يعني مثل الرجال جاهدوا ببلدهم وإحنا ما جاهدنا. لا أنا ما دحكي، أنا ما دحكي بهذا الموضوع، بس أنا أقول لك إنه ممكن المرأة يعني أكو مانع دستوري وقانوني يمنع المرأة تدخل في حزب ولا إجراء. حزب نسائي يعني نعم. حزب نسائي دخل أنت بالحزب. هو اليوم إجحاف لحق المرأة. لا مو إجحاف والله، أحكي إن شاء الله. إذا أكو دولة أعطت للمرأة حقوقها وإحنا بالمناسبة إذا أشعر بالاستضعاف، لأن موضوعنا كله ضد المرأة، لكن إذا أكو دولة بالعالم أعطت حقوقها السياسية للمرأة والعراق. يعني شلون أعطت حقوقها السياسية؟ اللي خلونا 25%. طبعاً هذا في الشيء جاهز، بس أنت طبعاً لعشت تردين لعشت تردين إلا صير رئيس وزراء. لا رئيس وزراء. وشنو المشكلة رئيس وزراء؟ إحنا اليوم الحكومة تشكل من الرجال. ليش رئيس وزراء؟ ليش مو رئيس البرلمان؟ ليش يعطوهم؟ ليش مو رئيس الجمهورية؟ وشنو يعني شنو المشكلة؟ يعني الرجال ينطونه وزارة لوزارتين، هذا إشحاف بحق المرأة. سيدي العزيز دكتور قولي شنو المشكلة؟ هو
هذا دفاع. انا دحت لا مشكلة لا 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 مشكلة بالاصل يعني. يجيبون امرأة وياي الدافع معنا مخليني مقدم. دكتور بس احكي لك قضية صدق. استاذ ابراهيم بالمناسبة اليوم احنا ضيفتنا امرأة اختنا دكتور كل المقالات اللي ماخذيها كلها مقالات لنساء. لا بالعكس انا مع هالمشاركة بس احنا نرجع لسؤالنا. لا شك ليش انه هذا ليش اليوم عندما ترشح مرأة ليش المرأة لا تصوت لها ليش؟ خليني احكي لك شغلة. هذا اشكال يعني. هذه طبعا احد اسبابها هو بعض منظمات المجتمع المدني اللي للاسف الشديد الناشطات والمنظمات البعض مو الكل عاشت في مجتمع بعيد عن واقع المراه. انت اليوم تجين تسوي فندق احد الفنادق راقيه ورشه او مؤتمر عن المراه وتدعين الناس النخب. طيب هذه النخب الشعبيه هذا او خلينا نسميها النخب شو مصر فعلا نخب مدني نخب شعبيه ليش ما تدعوهم؟ ليش هذا الفاصل الموجود هذا بينكم بين النساء؟ هذه اللي بالمعمل اللي بالحقيل اللي بالمدرسه ليش هذا انه احنا مجرد النخبه؟ طبعا ما تجيش المراه ما تجيش المراه لان انت ماكو حلقه اتصال بين وبين المراه يعني وبين الرجال اكو حلقه اتصال. لا اسمح لي انا افسرها بتفسير اخر. هذا المجال خلينا نحكي بالمناسبه هي اليوم تريد تستحوذ على مكان هي من ناكل بس اعلام ما تحكي وانا فلذلك والله انا مع المشاركه انا مع المشاركه. اسعدنا وزيرتين والله ناجحات سيده طيب سامي والوزيره ايفان وزيره الهجوم. يعني انا ما اشوف ايفان يعني يوميه مع الوزيره ايفان يوميه لها 10 انشطه. نعم. زور نساء مقيم المراه بالعمليه السياسيه نجحت والدليل انه وعدنا وزيرات وعدنا وزيرات باقي ونهزمن خلينا ماكو رجال هم باقي مو على مجاعد. فلذلك ان هذا الموقف هذا الموقف للمراه يعني الدوله شوف اول القران الله سبحانه وتعالى ان خلق لكم من ذكر وانثى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هاي ايه واضحه وصريحه. نعم واضحه ما اعطى مثلا انه المراه لازم تدفع فلاش. لا بالعكس انت هسه اليوم شوف احكي الشغله بالجمهوريه الاسلاميه نسبه النساء التي يعملن في المجال الطبي في زمن قبل الثوره 5% جاءت الثوره الاسلاميه وصلت النسبه الى 50%. ماكو قضيه انه ضد المراه ما حد يوقف نظام سياسي ضد المراه ولكن المراه هي محتاجه دفعه محتاجه انه هي من داخلها هي تقدم تبدع. لذلك العمليه شنو يعني لا ضير حزب نسائي كل نساء العراق انضمن لهذا الحزب النسائي مو اكو واحد من احنا اكو مانع دستوري لا مانع لا دستوري ولا لا قانوني ولا دستوري ولا اجتماعي ولا اجرائي ولا قاعد ما نتكي على 25% انا اقول لك القضيه انه ما تمثل. طيب احنا اليوم حسن نشارك احنا اليوم عندنا مقترح مشروع مشروع قانون جانا من الحكومه وين راح نوديه مجلس النواب برلمان اغلبيه المراه 25% يعني ممكن اذا اتفقنا أن تكون قوة مؤثرة بس إن كل واحد رايح بحزب ورايح بجهة وكذا هي هاي مشكلة هي هاي العقلية الدستورية يعني داخل لكن الدستور يعطي مجال كبير جدا للمرأة صحيح. لا يهمش المرأة لا يعطي المرأة الآن منظمة مجتمع مدني سفيرة وزيرة عضوة مجلس نواب مدير عام سفيرات عندنا هي سفيره واحده وفق المحاصصه اجت هسه احنا يعني نسبه النساء اكثر من 51% وسفيره واحده وزيرتين بس انطي مجال يكملوا انت بس هي ترى بالمناسبه هي مو بالكثره يعني انت تحكي ان شاء الله رئيسه الوزراء لا هي بالعداله مو قضيه لا وحتى مو بالعداله والله يمكن احكي لك يمكن زوجة مسؤول ممكن هي حركه ممكن تدفع ان ينتج ان يكون مثمر ان يكون متفاعل مع الشعب ممكن يكون هيجي مو بالمناسبه احنا ما نحكم مثلا نقول والله ربك بيت فاشل لا ابدا لا احنا مو نقول ربك بيت فاشل بس احنا حتى لكن اليوم كنساء من حقنا انه احنا ناخذ اماكن ببلدنا نكون مشاركه نعم 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 صحيح صحيح انا اتفق وياك الدستور ما منح هذا صحيح ما منعت هذا بس احنا مشكله قد تكون عقليه الرجل اللي يحكم قد تكون في هذا المجال ولكن هذا مو مبرر وصل النساء كثيرات وصلن الى مراحل كبيره جدا في المجتمعات سواء بالعراق او بالدول العربيه او الدول الاسلاميه وما شابه ذلك. انا اعتقد المساحه مو مساحه انه انا لازم اقعد في هذا المنصب ولازم انت تعطيني وصف ما تنقاس شيء ما نقيسه بالضبط لا هي يقاس يعني المراه انه لها مشاركه ويكون يعني لها راي في صناعه القرار ببلدها هذا المهم استاذ ابراهيم سمادي الدكتور انتم ايضا ايها الاحبه طبعا احنا ما ادري يعني يبدو اننا مستفزين احنا ابتدينا بالقول اننا نؤيد حق المرأة بل وندعمها في ممارسة دورها كما يجب. هسه خلي نروح الى مقالنا الثاني الذي يحمل عنوان
ليس بالبوتوكس والسيليكون تبنى الأوطان. الكاتبة شغاف كاظم الموسوي. القصة ليست بالتمكين فحسب، بل بأن تبرهن المرأة نفسها على قدرتها للتعاطي مع التمكين بإيجابية عالية، وأن تثبت ولاءها لنفسها وللوطن معا. ويأتي السؤال كيف يكون ذلك؟ إن وجود التشريعات التي تضمن قدرا من التمييز الإيجابي والتمثيل ليس كافيا، إذ يبقى على المرأة الثقة بنفسها وأن تجعل هذه التشريعات مؤثرة ومنتجة، وهي الضمان الأكيد لهذه الفرصة، ويكون ذلك بتخطي العقليات والعقبات الموروثة. ولكن التخطي الحقيقي يحصل عندما تنتقد المرأة نفسها وتطور من ذاتها علميا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا، وليس بالبوتوكس وحقن الأرداف بالسيليكون. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم دكتورة نداء الكعبي. المرأة العراقية تواجه تحديات كبيرة جدا، منها يعني تحديات ثقافية، تراكم ثقافي هائل ربما يحجم دور المرأة، سيطرة النزعة الذكورية اللي ترغبين أنت بالخوض فيها تضع عوائق أمام مشاركتها في العملية السياسية. كيف السبيل للخروج من هذا المأزق؟ والسؤال الأهم هو هل يخشى من النزعة الذكورية للذكر في السيطرة، أم من النزعة الأنثوية في ذهنية المرأة؟ لا، هي المرأة يحتاج، هو هذا يعني القرار أو سيطرة المرأة وتمكين المرأة ووجودها في المشاركة السياسية، أم من عدمها وتحفيز نسبة المشاركة، هذا يتوقف على قرار من الرجل والمرأة ليس فقط من المرأة. يحتاج أن المرأة تدعم المرأة. يعني إحنا تحدثنا قبل شوي يعني بالبرنامج قبل الفاصل أنه ذكر أستاذ إبراهيم لماذا المرأة لا تنتخب المرأة. نعم، المرأة سؤال مهم ومحور، وهذا مشكلة. يعني أوقات المرأة من تجي مرؤوستها امرأة، إذا تخيرها بين المرأة والرجل هي تختار الرجل يكون مرؤوسها. ليش؟ لأن هذا بسبب المنافسة، بسبب الثقافة، بسبب الجهد اللي بذلت المرأة حتى توصل لهذا الكرسي. بالتالي المرأة لما توصل لهذا الكرسي تسعى للحفاظ عليه بشتى السبل، حتى وإن تستثني أو تبعد الآخر إن كانت امرأة مثلها. الرجل منافسته أقل من المرأة، المرأة تقطع أشواط من أجل الوصول بشق الأنفس إلى المكان الذي تريده. فإذا هذا متعلق بثقافة مجتمع، متعلق بقضية التدرج، متعلق بقضية الصعوبات اللي تواجهها المرأة، أيضا متعلق بثقافة مجتمع. إحنا أكو فكرة مغلوطة عند النساء دائما أنه المرأة هي لا تدعم المرأة. أنا اليوم أدعم رجل، هي الأقطاب المتشابهة متنافرة، بالتالي حتى الرجال. يعني اليوم تخيل رجل تكون زميلته امرأة أو رجل، هو يختار مرأة يعني، وكذلك النساء. فإذا نحتاج إلى أنه نثقف النساء، أنت من تدعمين المرأة الوياج هذه قوة إليك مو ضعف. بالعكس، اليوم إحنا إذا نقوي النساء إحدانا تدعم الأخرى، هذا دعم للمرأة وقوة للمرأة وليس ضعف للمرأة. فإذا نحتاج هواية نصحح من مفاهيمنا، من ثقافتنا. قضية الانتخابات، اليوم المرأة من تروح للصندوق هي تنتخب امرأة أو رجل. في أحيان كثيرة المرأة ليست صاحبة قرار بالانتخاب. يعني إحنا لحد هسه عندنا أكو نساء زوجها يأخذها، هي ما تدري منو تنتخب، حسب زوجها يقولها منو تنتخب تروح وياه. هذا الخلل هي وين يؤشر؟ على من يؤشر؟ على الرجل وعلى المرأة؟ على الاثنين. احنا وايضا على المفوضيه، وايضا على منظمات المجتمع المدني، وايضا على الاعلام، وايضا على القائمين بالعمليه السياسيه. لان احنا ما وصلنا المجتمع الوعي انه المراه لها قدره انه هي تختار من يمثلها. يعني لحد هسه ما عندنا ثقافه انه الرجل ينتخب شخص والمراه تنتخب شخص. لازم ابو البيت اذا قرر قرار خلاص الزوجه تروح وياه. مثلا في احيان كثيره مو حتى ربات البيوت، حتى موظفه تقول والله أنا أشوف أبونا من ينتخب أنا وياه، إذا عنده توجه حزبي توجه سياسي. فإذا ما زالت المرأة هي غير مستقلة بقرارها سواء بالانتخاب، فشون إذا تدعم امرأة؟ ولو إحنا يعني أنا لاحظت بالانتخابات الأخيرة، انتخابات 2021، يعني أنا كنت مرشحة في الانتخابات، شفت يعني تغيير بعقلية الناخب. يعني شفت يعني شيوخ عشائر هم مع انتخاب المرأة يقولون التجربة السياسية والبرلمانية أثبتت النساء
أكثر جدية بالعمل من الرجال. يعني النساء مثلا ما تقعد تساومك على صفقات، على نسب، من تتصل بيها تجاوبك، هي جادة من تطلب من عندها خدمة. فأكو يعني تطور بعقلية الناخب العراقي، لكن طبعا هذا يحتاج أيضا يعني جهد من النساء، أن النساء تتوحد تتكاتف جهودها. مثل ما ذكر أستاذ إبراهيم، يا ريت تكون عندنا أحزاب تقودها نساء، أحزاب نسوية، حتى هي يكون لها دور موجود بالساحة السياسية. ليش إحنا تاركين القرار فقط للرجل، وصانع القرار هو فقط ذكر ورجل؟ عيد نفس السؤال على جنابكم أستاذ إبراهيم. يعني هل المشكلة في ذهنية الرجل التي تنطلق من نزعة الهيمنة والسيطرة والذكورية، أم أن المشكلة في ذهنية المرأة التي يعني الواقعة تحت مهيمن الأنثوي؟ يعني هذا يقودنا إلى شطرين. الشطر الأول قد يكون هذا في المناطق الشعبية. قد تكون امرأة ربت بيته وأمه، وغالبية النساء في المناطق الشعبية قضية محسومة. قد تكون هذه يعني هي تتبع الرجل في هذا القرار، وبالتالي ما تعرف يعني المرشح فلان وفلان، ما تعرف شنو فلان أصلاً، جوز ما تعرف شنو انتخابات، ولا تدري أبونا شنو انتخابتنا وياه. يعني بعد هذه السنوات الطويلة هذا الآن يعني أكو احتمال أنها ما تعرف شنو انتخابات، حتى ما تعرف شنو انتخابات، يعني شنو يعني اللي يفوز، منو اللي يفوز، ايش راح يقدم للناس، ما تعرف يعني عندها فد نوع حاله ونقص بالمعرفه في هاي العمليه الانتخابيه. واحنا تحدثنا في مواضيع كثيره عن التوعيه الانتخابيه، يعني المواطن يجب ان يعرف حقوقه، لكن اكو هناك تقصير في ايصال الرساله. قد تصل الى موظفه، قد تكون المراه موظفه لكن تعرف شنو الانتخابات، تعرف من الصوت، لا متعلمه بس ما لها بعد سياسي، وما لا حتى هي ما لها بعد سياسي، ولكن تعرف انه هذا حقها الدستوري انه تشارك في العمليه السياسيه، ومو قضيه تهميش لا ابدا. يعني انت عندما تشارك في العمليه السياسيه انت تختار النائب، مو صحيح؟ انا اليوم ناخب، اجي اروح صندوق انتخابات، عندي البرامج الانتخابيه للمرشحين، لاحظ ذلك، عندي برامج، انا اعرف انه هذا المرشح ممكن يفيدني، هذا ما يفيدني، ممكن اجي اشر داخل كابينه انتخابيه. قد تكون في المناطق الشعبيه، قد تكون هناك حاله من نسبه اميه، الرؤيه غير واضحه، يعني البيئه الانتخابيه غير امنه، قد تكون في مناطق شعبيه قد تجبر المراه ويجبر حتى رب الاسره ان ينتخب فلان فلان وما شابه ذلك، وصارت عندنا بالعراق وهي حالات في مناطق شعبيه ومناطق فقيره. لكن انا اعتقد عندما تتوعى المراه وعندما تكمل تحصيلها الدراسي وعندما تكون متنوره لا تعرف حقوقها، وبالتالي تاخذ ورقه انتخابيه وتروح الى صندوق الانتخابات. طيب هناك من يقول بان المعاناه الحقيقيه هي في ان المراه ذاتها لم تدرك حقوقها السياسيه، فما ادري يعني وين رايحين، هل نقر اننا بحاجه الى ان ندرب المراه للتمسك بحقها؟ للاسف الشديد فشلت هو التمسك بالحق، لا تدري 80% استاذ علاء، خلينا نقول 80% من رساله منظمات المجتمع المدني النسويه فشلت في ايصال الرساله. جيد. وظلن يشتغلن فقط في هذا المجتمع المخملي داخل القاعات الفنادق الدرجه الاولى. ما نزدن جوه، ما نزدن للريف، للمناطق الشعبيه، لا، لان محصولات داخل وصرفت ملايين دولارات على هذا. ما وصلنا رسالتي انا في اليوم، يعني هذول جايين باجندات استاذ ابراهيم، ما خالي خدمه المجتمع. دكتوره اختي العزيزه، طيب هم اللي بالواجهه ايش يسوي؟ مو هم ذولا متسلطين الملف، هم اللي بالواجهه، هم ذولا بالماخذين الملف. هذا الملف العنف ضد المراه، انا العنف ضد المراه وين؟ وانت تحكي لي عن توعيه بحقوق سياسيه. انا اليوم عندما احصن المراه واقول لها حقوقك السياسيه 1 2 3، وانت ايدك انت تصنعين القرار، تصنعين من خلال مشاركتك، من خلال تختارين الرجل المرشح الصحيح. هسه انت تختارين امراه، تختارين رجل، المهم تختاري صح. صحيح، هذا الرساله الاهم. اما اجي تصرف ملايين الدولارات وسفرات لاوروبا، والله سنسال فقط على هذا الملف، ملف العنف ضد المراه، يعني ولو كانت لدينا قوانين تحاسب هذه المنظمات التي انفقت هذه الفلوس الاموال على امور تافهه. مو بس منظمات، عندك في كل وزاره تمكين المراه، لكن هذا مركز تمكين المراه شو يسوي؟ هو يسوي ندوات وورش. احنا اليوم كنساء ما نحتاج الندوات والورش، نحتاج تنزل القرية. هو هذا اللي تنزل لي الورش، لعد مهمة التوعية بمعنى زين. انت اليوم الورش والندوات مو باروقة النساء المتعلمات، الندوات والورش انه تكون عندها
مقررات ونستفيد من عندها وننفذ هذه المقررات اللي نخرج بيها، وبالتالي نحتاج الى ان ننزل للمرأة الفقيرة، المرأة اللي ما تقرا وتكتب. احنا لحتى هسه اليوم عندنا نسبة أمية. نعم. المرأة بنتجي تنتخب، هي ما تدري يا شخص تنتخب. تاخذين وقتك ووقتك. لا لذلك انه هذا التقصير كبير. يعني انت انا في اليوم حكيت بحد بقناة الفاية، يعني انت بربك عندك مهجرين وخيم وناس الدنيا تمطر، تجي منظمة دولية ما تعرف من شنو هويتها، تسوي ورشة تدريبية للشباب والشابات حول الامن الرقمي. الله عليك، يعني هو هذا الملف، هذا الموضوع محتاجه هذا المهجر اللي او تسوي او تسوي ورشة للجندر. لذلك انفق او للجندر انفقت ملايين الدولارات، وللاسف الشديد يعني افترض انه تحاسب هذه المنظمات، تحاسب حساب عسير. هذا الأموال أنا اليوم علمني امرأة علمها على القراءة والكتابة تسوى ألف جندر، تسوى مليون جندر. لاحظ في ذلك هو عملية تضليل الرأي العام، هذا التضليل، العنف ضد المرأة، العنف يا أخي والله العزيز إحنا العنف عندنا نقصة هو عندما تكون المرأة جاهلة ما تعرف حقوقها، ما تعرف. الإسلام ينص على هذا الموضوع، هذا ينص على هذا الموضوع، لكن عندما نجي لأجندات خارجية ومشاريع مشبوهة وللأسف وأموال سائبة بدون حل وبدون ربط. لذلك العملية أنه عندما تكون هناك تذهب للمناطق الشعبية، هسه روح المنطقة، والله خلي يوم إحنا نأخذ كاميرا ونروح أنا وياك دكتورة، روح مناطق شعبية ما حد لا منظمة مجتمع مدني جاي عليها ولا كذا ولا إعلام. لاحظ هذا 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 مهمتنا وهذه رسالتنا، أن نوعي هاي الناس، نوعي حقوقهم، عندهم حقوق دستورية، عندهم حقوق مشاركة سياسية، عندهم هاي المشاركة أهم من هاي الندوات البائسة في المناطق الجهولة وفي أوروبا، وفد أموال تصرف فد نفق مظلم. هذا وهذا مو فقط المتبقي من الوقت أريد أستثمر له سؤال حضرتك. يعني إحنا أشار الأستاذ إبراهيم وحضرتك أكدتي أنه نطالب المرأة أن تعي ذاتها وأن نعم. وأن وأن هذا الألفاظ الرنانة والكبيرة، لكن احنا ناسين ان القضية متعلقة بانسحاق المرأة واهمالها، فقرها المدقع بالضبط العالم يعني الاقتصادي مهم جدا. نعم. اليوم اني ارملة او مطلقة واستلم راتب الرعاية الاجتماعية اللي ما يكفي ليومين، ما يكفي اسد قوتي، اني بحال انتخابات بحال مشاركة سياسية، واني عاني من الجهل وعندي اطفال وايجار، ظرف الاقتصادي اهم عندي من هاي الظروف كلها. هذا الظرف الاقتصادي راح يخليني ازداد تخلف فوق تخلفي. فمشكله حقيقه احنا اليوم كمشروع حكومي كمشروع مجتمعي ما قدرنا ننقذ المراه المعدمه، المراه اللي تحصيلها الدراسي متوسط، المراه الارمله، المراه المطلقه، ما قدرنا نسوي مشاريع لهذه النساء وننهض بواقعها الاقتصادي، بالتالي نساهم بوضعها التعليمي وبوضعها الثقافي. هي ما زال وضعها الاجتماعي وضعها الاقتصادي متردي، ما زالت تعاني من مشكله بالعيش. طيب هذه المرأة بهذه الظروف شلون تقدر تربي أطفال وتهيئهم لهذا المجتمع؟ فضلاً عن ممارسة الدور السياسي. بالضبط. نعم. وفق التحديات اللي تواجهها المجتمع، قضية الجندر، قضية الجنس الثالث، التحديات المجتمعية اللي موجودة، المخدرات عتها شباب اليوم، تربيهم وتهيئهم، إذا مو هي عتها ذهنية ثقافية وفكرية قادرة أن تنهض بواقعها، كيف تنهض بواقع أولادها؟ فحقيقة واقع المرأة يحتاج التفاتة كبيرة، يحتاج ان احنا نخلي خطط، مو نقعد ندوات وورش وناخذ صور او ننشرها وهذا. لا لا، نفس المشاركات، نفس الاسماء، نفس الاسماء يجيبوها من دار الدور. تطبيق واقعي، احنا ننهض بواقع المرأة، نخلي برامج، نسوي مشاريع. انا دائما اقول المرأة ما تحتاج من عندنا مراكز لتمكين المرأة بقدر ما تحتاج نخصص 5% من الموازنة سنويا لمشاريع المرأة، مشاريع اقتصادية، مستشفيات للنساء، مستشفيات للحروق، للغدة، مستشفيات للولادة. اليوم المرأة تجي تلزم سيرة بالمستشفيات الحكومية وهو مستشفى بولادة وعمليات وكل شيء. انهضوا بواقع المرأة، سووا جامعات خاصة بالبنات، سووا مدارس خاصة للبنات. هسه اللي يجي يقول لي ماكو مدارس مختلطة، اقول له اكو، بس انطوا خصوصية للمرأة، انطوا خصوصية لبناتنا، انطوهم مبلغ من المال يخصص لمشاريع النساء. المرأة شو وقت ما دعمت اقتصاديا ثقافيا راح ينهض المجتمع وراح نلاحظ تغيير واضح بالمجتمع. وهذا اللي انا طبعا سقف المطالب عالي دائما احنا ما وهي كلها مطالب مشروعة لا شك فيها، لكن دائما احنا نروح باتجاه المطالب العالية السقف. فالدكتورة نداء الكعبي، الأستاذ إبراهيم سراج، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقالنا الأخير الذي يحمل عنوان بعضهم يخوض الانتخابات بنساء السيليكون، الكاتبة ريام شهيد.
ونحن على أعتاب انتخابات جديدة لمجالس المحافظات، نرى أن سياسات بعض القوى لم تتغير باختيار مرشحيهم، فهم يعتمدون على نماذج نسوية فارغة إنسانيا ومملوءة بحشوات من السيليكون والبوتوكس تعمل على إيهام الناس بالمطالبة بحقوقهم، فهم يمارسون الإقناع عبر الأقنعة النسوية. الشارع اليوم يحتاج إلى استقرار خدمي وأمني وتعليمي أكثر من شقراوات يجبن في المضايف ودوائر الدولة ومؤسساتها. إحدى المرشحات تدخل وتلتقي آمر فوج الطوارئ في إحدى مناطق بغداد وهي ترتدي البشت والصندل دون أي احترام للرتبة العسكرية ومؤسسات الدولة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى وأخرى، كما أجدد ترحيبي بالدكتورة نداء الكعبي الكاتبة والمحلل السياسية، الأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والإعلام. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ إبراهيم، الخوف من الظهور الإعلامي خصوصا بالنسبة للسيدات الفاضلات التي يترشحن أو لديهن هذه الرغبة، هذا الخشية من الظهور الإعلامي يؤدي إلى عزوف هذه السيدة الفاضلة، بنفس الوقت يفتح الباب لغير الفاضلات، وبالتالي ذيك تحصل على ذيك تحرم من دور، وهذه ربما تستحوذ على، يعني هو هذا خلل في المؤسسات الإعلامية. نعم. بس احنا ما نطالب انه خلل بالمؤسسة الإعلامية. نعم، يعني اولا احنا خوب نطالب ندخل النساء كلهم دورات صحفية وما شابه. نعم. ذلك هاي صعب جدا، ما في امكانيات تتطلب. نعم. هذا ولا اكو معاهد ومراكز مستمرة، ولكن انا اعتقد انه عملية الخوف الإعلامي او الظهور له اسباب، قد تكون وضع اجتماعي، يعني قد تكون هو وضعها ما تسمح لها ان تظهر في الشاشه. شلون صحح الموضوع؟ صحح الموضوع هسه هي مو قضيه، لانه هي اذا مرشحه في الانتخابات، تعرف انه حضرتك اليوم مترشح في انتخابات مجالس محافظات وانتخابات نيابيه، انه يجب ان تمتلك الشجاعه حتى تطالب حقوق الناس. مرات هذه مو شجاعه استاذ ابراهيم، مرات جهه منافسه تاخذ مقاطع وتنشرها او تحولها بالعكس، يعني جرائم الكترونيه وتسريب، هذا موجود، يعني موجود، لكن موجود احنا نحكي عن المراه اكيد تتخوف من الظهور الاعلامي. الظهور الاعلامي استاذ ابراهيم، يعني قبل ان نذهب ل اللي ترشحت اصلا، هو هذا ربما يكون سببا لعدم الترشح، يعني قد يكون سببا، ولكن انا ما يعني لا اتفق بالنظريه، يعني اللي تخشى او لا تظهر اعلاميا تروح ترشح مجالس محافظات. لا، احنا ما نريد تطيح جاره قاعده ومقعد، لا، يجب ان تتحرك ويجب ان تداعي لحقوق الناس الناخبيه، لان هذه ذمه، هذا مسؤوليه، انه انت الان مرشحه وفزتي بعضويه مجلس محافظه ومسؤوله عن هاي المنطقه، وبالتالي انه طالبين بحقوق الناس اللي انتخبوش اللي صاروا امانه عليش. بس تحديات امامها كبيره، تحديات ايضا لا من ضمنها التحديات الاعلاميه امام دكتور المراه، هاي دكتور مشكله. دكتور عزيزتي، اولا شوفي، هي الترشيح شجاعه، انا اعتبر الترشيح للانتخابات مجلس محافظه يعني تحديات للمراه مثل التحديات للرجل بالاعلام. لا اسمحي لي، هذا ينبع من داخلها، يعني شجاعتها، قد تكون امراه هي، والله انا شايف فلاحات تحكي بالمرات اللقاء بها، ولكن حتى تمتلكت الشجاعه استاذ ابراهيم، هي ما يعني اليوم التحديات امامها اكثر من الرجل، تحديات مجتمعيه، تحديات عشائريه. طبعا احنا نحن واحده من اهدافنا اننا نرى النساء مثل الدكتوره نداء تاخذ حقها. نعم بالضبط، وحق الاخرين يعني. لا طبعا، فلذلك انه هي يجب ان تكون عندها الجرأه والشجاعه الاعلاميه والامكانيه والقدره في ذلك، والا شلون راح تمثلين الناس وتحكين وطالبين حقوقهم اذا انت تخجلين؟ لا، هي مو قضيه اعقد من هيك، على اسرتها، تخاف من المجتمع. لا ترشيح، لا ترشيح، ما يرحم المراه مو مثل الرجل. ما هو احنا قلنا ربما يكون سببا يحول دون ترجع. اي بالضبط، هذا البيئه الاجتماعيه اللي بس هي قولي لي. لا ناس اشوف، والله اشوف بنات عشائر مرشحات. نعم، بيت شيخ عشيره مرشحات. اي صحيح، اذا احنا بالقريه بالمدينه التحديات ايضا من ضمن التحديات قوي، التي تقف في احيان كثير عائقه امام المراه وترشحها وتصديرها. لا احنا خلينا نطلع من هذا السيستم التحديات، ترى المراه شجاعه تفوت تروح زين، يعني اذا اجاها في التصديق فتيديو في جريمه الكترونيه، ما ياثر على عائلتها، على سمعتها، على اولادها، المجتمع ما يرحمها مثل الرجل. احنا ذا نفكر بعد هذا معترك سياسي فيه. اي نعم، اي بس استاذ على المجتمع ما يفكر، هذا معترك سياسي. المراه تكون متهمه اكثر من الرجل، وقد تنسى جريمه للرجل او الاتهام للرجل وان كان صحيح ام كاذب،
لكن للمرأة تبقى عالقة بيها وتبقى يعني طاردها وطارد أسرتها، فلذلك هذا من ضمن التحديات. بهذه الطريقة معنا هذا ندعو للمرأة للاستكانة والجلوس. لا لا مو الاستكانة، بس قصدي علينا إنه إحنا نفكر أكو تحديات أمام المرأة هي أكثر بكثير من التحديات أمام الرجل. قد تكون في هذا المجال، ولكن هي الباب مفتوح يعني، ولا توجد يعني أولا لا توجد موانع قانونية واجتماعية يعني. أنا أشوف لا طبعا ماكو، بس المرأة عليها إنه تقدر تتجاوز هذه التحديات رغم وجودها، وعلينا ما نستهين بهذه التحديات. أولا هو الترشيح، الباب الترشيح مفتوح، ماكو خطوط حمراء، هاي مترشح هاي كذا فلان شيء، لا وفق الضوابط اللي وضعتها المفوضيه موجوده تنطبق عليها الضوابط. اما احنا نرجع ناخذ موقف خاص وتميز خاص بالحقوق، هذا صعبه جدا، صعبه جدا. انت مرشحه وهذا يعني انا تحديات اكثر من الرجل، تحديات مجتمعيه، تحديات بالاعلام، المعرقلات امامي اكثر من الرجل بكثير. مع ذلك انا لازم يكون لي دور، والمجتمع ما يرحمني اذا احد دبرني في جريمه الكترونيه، في تهديد الكتروني. هذه مشكله كبيره تقف امام المرأة. اذا نضع هذه امامنا وما نشتغل بعد، لا تشتغل المرأة لا ترشيح ولا لا هي مو ما تشتغل، بس هذا يقلل نسبه مشاركه النساء. علينا ان نشوف انه اكو تحديات امام المرأة، بالتالي المرشحه الصادقه والشجاعه والوطنيه وعندها برنامج انتخابي ناجح. والله الناس، انا واحد من الناس انتخبت، انا واحد من الناس انتخب، ما انتخب رجل انتخبه، لان اثق انه هذه مرأة اذا اشوف عند مصداقيه انتخبه اصوت لها. بس احنا نريد نشوفك بيوم الانتخاب بين مجالس المحافظات وتصور لنا تنتخب امراه ام رجل. انت شو تقولين؟ ما اعرف يعني. هذا امر يعود الى قناعاته. انتقل بسؤال الى الدكتوره نداء الكعبي، الكاتبه، دكتوره الكاتبه الاستاذه ريان شهيد، تقول طبعا هذا مقال كاتبته عن الاوضاع في محافظه الانبار العزيزه، تقول فهم يعتمدون على نماذج نسوية فارغة إنسانيا ومملوءة بحشوات من السيليكون والبوتوكس، تعمل على إيهام الناس بالمطالبة بحقوقهم. هذا نعم. خطير طبعا، قول خطير لانه يؤدي الى تسطيح دور المراه في. طبعا هذا مثل قضيه الجندر وقضيه الثقافه الغربيه، يعني سوقون الثقافه الغربيه انه المراه الشقراء، المراه البيضاء ذات البشره البيضاء هي ملامح للجمال، بالتالي جعل النساء تلجا الى قضيه البوتوكس، الفيلر، هذا التبييض، انه تكون تتمتع ببشره بيضاء حتى بالتالي يكون لها بالجماليه تجمل من شكلها، مع انه المراه هي تعطي رساله. المراه اليوم مو جايه تسوق شكلها، جايه هي تعطي رساله، جايه تغير بالمجتمع. فهذا التغيير بالمجتمع ما يحتاج شكل، ولو ان الله جميل يحب الجمال، بس مو معناها انه اني اغير شكلي حتى اني احصل على اصوات اكثر. هذه ثقافه فارغه للاسف يعني. نعم. وترى هاي الثقافه مو نتهم النساء، اليوم رجال دي يلجؤون للتجميل. نعم. ونشوف سياسيين. نعم. ايضا اللي يلجا العمليات ويغير من شكله، مو فقط النساء يعني. لا انا اعتقد انه هذا الباب اولا يريد مرأة جامده مو متحركه. بعض الاحزاب اللي تم رشحات يعني هو يضمن صوتها ويضمن نجاحها. ليش هو ماكو رجال دا يسوون تجميلات حتى بالعمليه السياسيه ودا يسوون تجميل؟ لا ما اقصد التجميل، الاستاذ رايح باتجاه الحركه، تملى عليه، تملى عليها. نعم. ما يصير، ما يريد زعيم الكتله يعني. نعم. هو يريد. نعم. مرأة ميتها، امرأة مثقفة تروح تسوق رسالة القائمة، يريدها هو صاحب منا عليها. نعم. أنا جبت هم هاي الكتل السياسية. هاي الكتل. نعم. والمرأة القوية الكتل السياسية. لا قاعد قلت ليش يا بنت يا نسائنا دخلنا بكتلة وخلصنا من الحزب. إن شاء الله إن شاء الله سويت الحزب. والله هاي دعوة للنساء إن شاء الله. طبعا مهم جدا أن تكون المرأة موجودة. بس بعدين بعدين عن 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 السفارات وعن غير شيء، ما يكون حزب وطني نسائي والله قد يفوز. يعني ايش معنى الحزب النسائي يكون للسفارات؟ ليش الرجال ما يكون للسفارات؟ لا لا نصيحه، خلي يكون انه هذا الحزب حزب وطني ذو مبادئ ذو اخلاقيات. اكيد. نعم يعني طبعا عندنا نساء لا تقل وطنيه عن الرجال، بل ربما اكثر من ذلك، ولها غيره وحرص على الوطن ومستقبله. اذا اردنا وعلى نسوق العراق مثالا نسوق جنابكم كلهم. الله يسلمكم ويحفظكم. يعني هذه الحركه الدؤوبه والعمل على تاسيس منظمات خاصه بالمرأة ومحاولة تشجيعها وانتشالها من واقع ربما. صحيح. لا يرتقي إلى مستوى الطموح. لا، وربما هنالك نساء أحسن من دكتورة نداء وأحسن من السياسيات والمتصديات. نعم. لدينا ربما نساء في القرى والأرياف هم أكثر شجاعة منا وأكثر جرأة وأكثر حرصا ووطنية، لكن إبراهيم. الفرصة لم تسدح لهم للظهور. أستاذ إبراهيم يقول الفاشينستات فاشينستات فاشينستات
لا يستحقن تمثيل المرأة العراقية. طبعا. المرأة العراقية هذه طبعا. اللي خاضت كل ويلات النظام البائد. نعم. واللي دخلت بتجربة الدواعش وما إلى ذلك، يعني ما يناسب أن تمثلها الفاشينيستا. نعم هو هذا. طيب نعم. وصل الوعي عندنا إلى مستوى دفع الفاضلات وتضييق المجال على الفاشينيستات. شوفوا هذه الأجندة هي تسويق نساء قدوات، لكن في نفس الوقت فارغات، مجرد قشور، مجرد إنه حركات لا قيمة لها. ولكن عندنا المرأة، المرأة هي أم الشهيد وبنت الشهيد وزوجة الشهيد، المرأة التي قاتلت في آملي، نساء قاتلن في آملي، صحيح؟ شهيدة أمية جبارة في صلاح الدين، صحيح؟ شهيدة أيضا في نعم. في بلد، صحيح؟ شهيدات لدينا هناك، نساء شهيدات. بالتالي هذه المرأة، هذا أنا هذا المثال عندي مثال. نعم. أما نعم. تجي هاي الحشاك هذا اللي أمثلة ونماذج ريادية وهذا الإعلام. نعم. موجودة. نعم. المشكلة إحنا نريد نصحح ثقافة مجتمع. لا هو بدأ إحنا المشكلة عند ثقافة المجتمع الخاطئ يعني اللي ينتخب الفاشينيستا. الحملة اللي قامت بها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية بمحاربة المحتوى الهابط أوتي ثمارها، وبالتأكيد اليوم أصبح ذني في زاوية ضيقة جدا. تشوفين ديب تشين سوينا فد بس عيش المتابعين، عيش المتابعين، المتابعين من جاي يعني من المجتمع. أنت ست لا ترقى إلى مستوى لا يعني يعني إذا هذا يعني يعني نعمل على ثقافة المجتمع. نعم. على تصحيح ثقافة المجتمع مو قدوة. لا طبعا مو قدوة. لا مو قدوة. لكن أكو ثقافة بالمجتمع حتى وانت، لكن حصلت الآن يعني أصبح ذني لا قيمة لها، ذني مجرد نماذج سيئة جدا سوقها الغرب انه حاول ان يعطيها ان يعتبرها قدوه للمجتمع. هذه المراه يعتبرها قدوه للنساء، هذا الشاب اللي مثلي، هذا اللي متحول جنسيا قدوه للمجتمع. احنا استاذ ابراهيم اللي صار عندنا فتره من الفترات هذا له من قبل الجهاز هذا القدوه، هذا الشاب والشاب معروفه مشهوره احنا ما قدرنا نسوق قدواتنا ونماذجنا بالشكل يعني الصحيح. عندما عد بشوفه خلنا لا اكو فارق بين امكانيات يعني يعني عندما يجي شاب من البصره يزور هويه الاحوال المدنيه مالته حتى يلتحق بالحجز الشعبي يزور، لان ما يقبلوا الا عمره 18 سنه، هو عمره 16 سنه يجي يزور الهويه مالته حتى ينقبل للحشد الشعبي ويروح يستشهد، هذا مو قدوه لكل شباب العراق؟ طبعا طبعا مو قدوه. احنا عندنا بتاريخنا لذلك هذا قدوه وهذا شيء جدا. فانا ما يعني عليه احنا يعني يتحدثون عن تمكين المراه، احنا عندنا السيده العقيله زينب سلام الله سلام عليها الله. قادت نعم. نواه ثوره نعم. كامله نعم. نهضه نعم. حسينيه بالضبط. كامله غيرت قناعات نعم. مجتمع نعم. كامل بالضبط. ولولا الاعلام الزينبي لما كان ثبتت معالم الثورة والنهضة الحسينية. فبالتالي احنا عندنا نماذج مضيئة جدا، لكن للأسف قصور بالجانب الإعلامي عندنا. يعني اليوم شبابنا عندهم البطل سوبرمان وسبايدرمان، احنا عندنا البطل الإمام الحسين سلام الله عليه. فإذا نحتاج إلى أنه نماذجنا الإسلامية هذه دائما احنا نجددها، مو فقط في محرم هذه الحرب الفكرية. هي هذه الحرب الفكرية، هذه الكلمات المضيئة التي تفضلت بها دكتورة. الله يسلمكم. انا اتقدم بشكر جزيل حياكم الله. الكاتبة والمحللة السياسية دكتورة هداء الكعبي، الكاتب والإعلامي الأستاذ إبراهيم سراج. انتم ايضا ايها الأحبة لكم منا شكرا جزيل. لكن ايها الأحبة، كتب معد البرنامج الخاتمة التالية: إن خوض المرأة في غمار التجربة الديمقراطية والمشاركة في العملية الانتخابية بحد ذاته ليس مسابقة من أجل الفوز أو الخسارة، بل إيمان وقناعة من المرأة تجاه ذاتها وتجاه دورها في خدمة وتطوير مجتمعها. لكن ظهور أسماء النساء من أوساط مبتذلة ومتفككة كمرشحات لقوى سياسية عديدة استغلت جسد المرأة في العمل السياسي يشكل علامة خطيرة في مسيرة العمل السياسي النسوي، ويبدو أن هذا الأمر مخطط له بعناية فائقة من قبل الدوائر التي تريد تحطيم المجتمع العراقي. في أمان الله.